وتنضم إلينا من القدس المحتلة إيمان جبور مراسلة الغد. إذن إيمان، كيف يبدو الوضع الأمني الآن في حي الشيخ جراح؟ نعم، الآن يسود هدوء نسبي في المكان. انتهت التظاهرة قبل قليل وسجلت نحو 4 إصابات بشظايا قنابل الصوت. واحدة من هذه الإصابات نقلت إلى إحدى مستشفيات القدس الشرقية. كما ذكرت في هذه اللحظات يسود المكان هدوء نسبي بعد حالات متكررة من الكر والفر شهدها حي الشيخ جراح مع وصول عشرات الشبان والشابات الفلسطينيين للتظاهر ومساندة أهالي حي الشيخ جراح. قامت قوات الاحتلال بقمع هذه المظاهرة وتفريقها عبر استخدام قنابل الصوت، وأيضا قامت برش المتظاهرين بالمياه العادمة. وكان المتظاهرين قد عادوا أكثر من مرة، وفي كل مرة كان يتم قمعهم من جديد ورشهم بالمياه العادمة ذات الرائحة الكريهة هذه. تدور هذه الاحتجاجات طبعا بالإضافة إلى مساندة أهالي حي الشيخ جراح. هذه الاحتجاجات هي تنديد بعزل الحي واحتجاج على إغلاقه. كانت قوات الاحتلال قد اتخذت من عملية الدعس التي حدثت في مدخل الحي قبل نحو أسبوع ذريعة لإغلاق الحي أمام كافة الفلسطينيين. واللافت في الأمر هو استبدال السواتر الحديدية التي كانت تغلق هذا الحي بمدخليه، استبدالها بمكعبات إسمنتية، مما يعني بأن هذا يعني هذا الحاجز المتنقل أو القابل للإزالة تحول نوعا ما إلى حاجز ثابت. هنالك تخوف شديد من قبل الفلسطينيين وخاصة من عائلات حي الشيخ جراح من تحويل هذا المكان إلى حاجز ثابت. وفقط نشير إلى أن رغم منع دخول الفلسطينيين سواء كانوا متضامنين أو حتى من الصحفيين حاملي بطاقات الصحافة، هنالك رأينا دخول وخروج بشكل حر تماما للمستوطنين. ونحن الآن نتحدث يعني بالتوقيت المحلي الساعة 7 تقريبا مع نهاية يوم السبت المقدس لدى اليهود، فنرى حركة نشطة للمستوطنين وبدأنا رؤية هؤلاء المستوطنين يدخلون ويخرجون من الحي بكل حرية دون تقييد، بينما يواجه الفلسطينيون منعا تاما من الدخول. هذا بالإضافة إلى أن أيضا سكان الحي يواجهون بعض المضايقات والتطبيق في هوياتهم ومضايقات شديدة عند دخولهم أو خروجهم. طيب، ما هي مخاوف الفلسطينيين أخرى من استمرار هذا الغلق الكامل بخلاف الحاجز الذي يخشى بأنه يتحول إلى حاجز ثابت؟ عفوا، أعذريني لم أسمع السؤال. أتحدث عن المخاوف الأخرى للفلسطينيين من استمرار الإغلاق الكامل للحي بخلاف هذا الحاجز الذي تحدثت عنه منذ قليل، من استمرار أو تحوله إلى حاجز ثابت وليس مؤقت. طبعا هناك تخوف من نية الاحتلال الإسرائيلي عزل العائلات المهددة بالطرد عن امتدادها الفلسطيني، عزل هذا الحي عن باقي أحياء حي الشيخ جراح وعن باقي بلدات القدس الشرقية، وأيضا منع دخول المتضامنين. لقد رأينا خلال الشهر ونصف تقريبا الأخير بأن كانت هناك حركة نشطة للمتضامنين، كان ربما المئات كنا نرى هناك في الإشارات الجماعية وحضور دائم سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل لمساندة والتعاضد مع أهل الحي ومنع طردهم من المكان. طبعا الآن مع إغلاق هذا الحي تتخوف العائلات من أن يتم الاستفراد بها سواء من قبل قوات الاحتلال أو من قبل المستوطنين، وطبعا مهاجمتهم ومهاجمة بيوتهم وقمعهم أكثر فأكثر مع عزل الحي ومع طرد المتضامنين من داخله. وبالتالي هم يناشدون جميع الفلسطينيين وأيضا المتضامنين لعدم ترك الحي وأهالي الحي لوحده، ويطالبون بحضور دائم وتظاهرات دائمة، أيضا يعني لمنع اتخاذ قرار قضائي فجائي
بشأن طرد هذه العائلات، بينما لا يكون أي شخص أو أي من أو أي مجموعة من المتضامنين مع هذه العائلات. ننوه أيضا إلى أنه كان هنالك توجه إلى محكمة العدل، المحكمة العليا الإسرائيلية من قبل مؤسسة حقوقية فلسطينية بالداخل للاعتراض على إغلاق هذا الحي بصفته يعني ينتهك حق أساسي للسكان، وهو حق التنقل سواء للسكان أو للجمهور الواسع. وبالتالي هذه هي التخوفات الأساسية من نسيان. طيب، ما هي مستجدات التعامل مع ملف طرد العائلات بعد هذه المواجهات على خلفية القدس وعلى خلفية حي الشيخ جراح بشكل خاص؟ الآن قضية طرد الأهالي تنتظر قرارا قضائيا. كان هنالك قرار قضائي يقضي بإخراجهم في بداية شهر أيار الحالي، وعلى هذا الأساس أيضا كانت حركات التضامن وكان وصول الفلسطينيين للدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح كان كثيفا جدا. بعد ذلك قام المستشار القضائي بطلب كل هذه القضية لكي يكتب رأيه فيما إذا كان كل هذا الأمر قانوني أم لا، والآن بانتظار طبعا رأي المستشار القضائي للحكومة الرأي الذي سيقدمه بشأن هذه الواقعة. لأن كما يعني ذكرنا في كثير من المناسبات أن القضية هي قضية سياسية وليست قانونية، وبصفتها قضية سياسية كان هنالك حاجة أيضا لطلب رأي المستشار القضائي للحكومة، كما حدث أيضا في حالة سكان أحد الأحياء في سلوان الذين يواجهون أيضا قرارات قضائية بالطرد. هنالك كانت قاضية إسرائيلية قد طالبت المستشار القضائي للحكومة بإعطاء رأيه في هذا الأمر، خاصة بأنه ليس قانونيا بحتا، بل أن هنالك الكثير من الاعتبارات السياسية التي تدخل في هذه القضية. الآن قضية الطرد هي بانتظار قرار المستشار القضائي للحكومة، ومن هناك سنرى إن كانت المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر فيها من جديد أم أن سيكون قرار المحكمة المركزية الذي اقتضى بطرد العائلات سيكون هو القرار النهائي، وبالتالي سيكون التوجه هو نحو الطرد. شكرا جزيلا من القدس المحتلة، كنت معنا إيمان جبور مراسلة الغد.